didn't know when the whistle go. فطر سعيد ان شاء الله بينعاد على كل مشاهدي الام تي في، كل الوطن العربي بالخير بالسلام بالامان بالمحبه. نحن باكثر وقت بحاجه لها الامور كلها، بحاجه للمحبه، بحاجه للسلام، بحاجه للامان، بحاجه ان نعيش كناس مرتاحين وناس قادرين يكون عندهم مستقبل ومخططين لهالمستقبل. فبتمنى لكم ان شاء الله هالعيد بيحمل كل هالامنيات معه. سالتوا حالكم انه وسام أول مرة بعد 4 سنين برمضان بغيب. غبت 30 يوم تقدرت تزيحها من محلها. ثلاثين يوم تقدرت تزيحها من محلها. هلا زحتها. فشخة، فشختين، ثلاثة، هالقد المعدل لأنه ما حدا بيقدر يزيحها. 4 سنين شفتوها بهالبرنامج، حبيتوها، أخذت قلبكم، أخذت عقلكم، وأخذت كل شيء بتملكوه. عملت حالة لحالة، وهيدي الحالة اسمها مايا دياب. يعني ما بعرف قد ايه انت متقبلتيها الليله. تخيلتك رح تقول شيء، بس تخيلتك رح تقول هيدا الشيء. مايا برحب فيكي ببرنامجك. ميرسي. بس بدي رحب انا وياكي بانسان اقل ما يقال عنه انه ملك. انه حبيب قلبي. حبيبي. لقلكم ليه؟ كثير ناس وكثير اوقات بتسمعوا بيقولوا فنان كلاس اي. شو هو فنان كلاس اي؟ فنان كلاس اي، كلاس اي باخلاقه، كلاس اي بثقافته، كلاس اي بتربيته، كلاس اي بتعاطيه مع الناس. هيدا هو الانسان الوحيد، ويمكن في منه، ولكن هيدا هو ملحم زين. حبيبي. ابو علي خجلتوني. شكرا. يلا حبيبي ملحم زين. شكرا. اهلا وسهلا فيك وسام حبيبي. شكرا. انا بدي عايدك، وبدي اتمنى كمان. شو شباب؟
بدنا نحكي كلمتين الله يخليكم. لا اتركوا يا وسام، صار لي قد ايه ناطرها هالحلقه، اتركونا نحكي. انا اللي بدي عايدك وبدي عايد مايا وكل اللي معنا وعايد الام تي في وعايد كل اللي عم يحضرونا. مثل ما قلت هذا العيد بتصور حيكون استثنائي عن غيره، لانه الاوضاع ما فيك تفصل حالك، حتى لو هيك منغني حتى لو جينا ننبسط ما فيك كثير تفصل حالك عن اللي عم يصير. بقى ان شاء الله يكون عيد محبه وعيد امن وامان واستقرار بكل الوطن العربي، لانه كله عم يعاني. ان شاء الله بيكون ان شاء الله يا رب يا ملحم هذا العيد بيحمل الامان والسلام على غزه بالتحديد. ان شاء الله الله بيهدي بالهم يا رب. ان شاء الله يا رب. كمان بدي رحب بضيوفنا اللي مشاركينكم. ربا زيدان اهلا وسهلا فيكي. مسعود. ربا من دبي على بيروت، صح. وحبيتي انك تكوني موجوده بهيك بنغني بحلقه العيد. احلى حلقه ايدي. اكيد احلى حلقه. ميرسي، يعني انا بشكرك والله عن جد انه احلى حلقه. احلى علقه. علقه. وحياتي. ربا اهلا وسهلا فيكي. بدي رحب كمان ب ربيع جابر. ربيع يمكن كثير منكم بيعرفوه انه حمل حلمه من السويد واجى فيه على بيروت، وهذا الحلم عم بكفي بهيك بنغني. صحيح. اهلا وسهلا فيكم. انا كثير لي الشرف طبعا الكبير يكون هون موجود بين النجوم الكبار هون، ويعني كل عام وانتم بخير كلكم. حبيبي نعاد عليك. اهلا وسهلا فيك ربيع. لكن مشاهدينا انا بوعدكم بحلقه استثنائيه رائعه مع نجوم هن ملوك، ملحم زين، مايا دياب. خلونا نشوف نحن وياكم الروبورتاج الاول بحلقتنا كيف كان هالموسم، يعني شو بدي اعمل بس ماشي الحال، هالموسم اللي قطع من هيك مغني مع مايا دياب. بزقفه كبيره بنستقبل يور هوست مايا دياب. لكل اللي اللي عم يحضرونا اكيد انه هيدا من اكثر البرامج نجاحا لبنانيا وبالعالم العربي. بس كل مره كل ضيف بيتميز بشغله بصوت. الناس اللي ناطريننا انا كمان كنت ناطركم. عامر فرحك وانا عامر والدار تبقى الدار. مايا قلبها لمايا. عيوني تفضل. شو بعد؟ يابا كل البنات كلهم عمايا بدي دلهم. إذا بترقي رقم بيطلع لك كلمة بتغني. مش قادر اطلع على اليمين لنقي رقم. بدي لك شيء ما عم بعرف اقول لك اياه صراحة. قول اللي بدك اياه. تحية لأنه على الهوا وهيك قدام الكاميرا. طب بوسني وفل لأنه خسرت. يا ست الصبايا اكسكلوزيف. بس فقط فقط انا بقول اكسكلوزيف. هيك منغني. يلي بجمال عيونك ما شافوا المرايا. مايا دياب. انه انا ما بعرف ليه انا اصلا اسمي مايا. لا بعرف بعرف. اخ وجعني قلبي. بدك سلامتك يا قلبي. عشت مايا دياب بلوي، ولكن بعد تقولي الف بلوي على حسابي. اخر مره واول مره بسمح له لادهم يوقف صوت خطيبتي. ها يا اما بطلع برا الحلقه بروح. احلى شيء فيك قد ايه انت اناني. ليه لحتى ما غليتك تغنيها معي؟ اخذت الطبقه
الألحان أنت بدك إياها وغنيتها لوحدك ولوحدك وما رح غني معك ثالث رقم فات وبرمي صوبي خايف بهاللحظة يوقع أنا ما فرقاني معي لأنا لعب وأنا غني أنا جاي شوفك اليوم خدنا القمر لكلام دوب هوانا علمني معنى الغرام طلعلي بوسي 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 قدي حطوا بروجرامات على غير تيفيات وعلى كل التيفيات وراحت واجت مايا بعدها وبتضل مايا وما حدا بيقرب على مايا أبداً على بلدي توديني على بلدي فيها أمي وبي وولدي وعلى بلدي وديني على بلدي فيها أمي وبي وولدي منحس كل هالأغاني من قديم وجاي معمولة لإلي ما حدا بلبنان عنده ريزن يحكي على الحلقة ما عنده ريزن لو منه قوي هيك منغني كمان اسمحوا لي اني رحب بالفرقة الموسيقية اللي موجودة معنا كمان بهالحلقة بونسوار شباب تحية كبيرة لإلكم بونسوار للبيانيست هادي عيسى جورج أسيس جورج ووسام بريدي على الطبلة جيبوا لي طبلة خلونا لكن بالبداية مايا هلا شو عم نعمل؟ هلا شو بصير بالحلقة؟ أول شيء بدك تكون هيك لذيذ ومهضوم ميرسي عن جد؟ إيه والله مرنتني كل قبل ما نبلش الحلقة هي بتمرني بليز كون هيك اعمل هيك جرب هيك قلت لك بليز خلي الناس يحبوك أكثر مني يعني ما بقى أنا ليك انتبهي انتبهي ما بدي يحبوني مثلك انتبهي شو بدك؟ شو ملحم؟ 100% تخيل مثلا يحبوني مثل ما بيحبوا مايا لا إذا بتريدوا خلينا نكون واضحين شو بنعمل هلا بلش اول لعبه بلش اول جيم اول جيم يلا بدنا نسمع موسيقى اول جيم أوكي. موسيقى وتفضلوا شباب مش انا بدي اقول لك يا ميسا اول لعبه لك مثل ما قالت مايا موسيقى وتفضلوا شباب منوقف ومنقول قلبي عشقها كيف عرفتي وانا كل ما اشتق اليها اروح واسال عليها 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 جاوبني عليها
يعشقها والعيون. تركت لك المسرح، ما انت ايام تترك المسرح بتقعدي هونيك تعيشي هاللحظه، لانه بعرف على فكره انا كل الايام بترك المسرح لتجوفي، المسرح لتجوفي. برافو برافو برافو. كبيره يا مايا، ذكرتيني بشغلي، وطن النجومي انا هنا حظك. تعرف شو حظك؟ اوكي. الغنيه الثانيه We found love. When? We found love. We have home. Yeah. حلو اللوف، ايه حلو الحب، كل المحلات حلو الحب. الحب حلو الحب. لا شو هيك؟ شو ملحم؟ طبعا بتعرف في غنيه كثير بحبها وعبالي اسمعها منك. قل لي بما انه انا هول بعملهم هيك، ضلني كنت اقول في حي غنيه ناطرها بسمعها. طب هلا بتسمعي شو هي الغنيه؟ عم تقلدها يعني؟ برجل علينا يا الله يا غ... والله برنامجك هذا والله مش حياخذه. كثير بحبها انا. الله معك يا بيت صابن. والله يلا. والله الله غنيها هلا. يلا ايه اعطونا شباب. الله معك يا بيت صابن. We're
علي. فهمتي ليه؟ أبو علي لا. فهمتي ليه؟ أنا طلبت الغنية. شفت ليه؟ لأنه في نصك جنوبي أنت كمان و أنا نصي جنوبي؟ يعني إحنا كلنا جنوبية لأنه بنحب الجنوب. أكيد أكيد. تحية للجنوب ولكل الناس. تحية أكيد. كبير يا ملح. حبيبي. شو بدي أقول لك؟ مش قادر أعبر أنا بس خلص. نسمع غنية شو؟ يلا ولا نرجع نسمع ملحن؟ يلا غني. ريهام أغنية بعد. يلا. شو رئيس؟ يلا. يلا. جاهزين. أنا. مرة تانية شباب. أوكي. مش الحال. دخلك والهوا شمال. آه. قول يا ملحن. We'll be right back.
جملة حلوة كثير هلا بتقطع هيك بنغني قبل ما يروح شو بيعمل؟ بدي اقول شيء ما لحظة في اقول شيء شو قبل ما يروح بس ليلى عن جد بدي اتشكر الجمهور الموجود معنا وخاصة الفانز اللي جايين كرمالي وكرمال بلحم بدي اتشكر رفقاتي لأنه الموجودين معنا اليوم وعاملين الهيصة وفي عندي ضيف كثير مميز لازم اقول له بونسوار وبقول له يعني إلك التحية أحمد، ثانك يو لأنك معنا، بحبك. لأحمد. حبيبي أحمد. تحية كبيرة لأحمد، وفي جملة اللي بتسمعوها بتقولها مايا دايما، هلا منروح تنسمع ملحم، بدي اسمع ملحم أنا. بعد قبل البريك ما بدي اروح مطرحي هيدي الجمله مش حقولها اليوم اوكي طيب ما في بريك ما في بريك تعالوا نعملها بلا بريك شو بدك تسمعنا هلا ملحم؟ بدي اسمع شيء هيك 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 موال انا على بالي موال هلا اسمع هيك موال غير شكل منك موال ما عنده هلا عم تفاجئ هيك دغري خلص يا خيي غني اللي بدك اياه موال سيل موال غني اللي بدك اياه طيب يلا بنغني أنا بحب غنية شي نامي يا حياتي نامي يا حياتي يلا لحقتي تنعسي؟ لا نعستي؟ بس حلوة الغنية لا شباب فرقة وينكم يا شباب؟ ميل علينا الليل الله بكرة مثل حدك أنا لا تخافي تيخلص المشوار زود حلاك الليل واخضررت الأشعار حط العمر على كتاب ليل العمر دوار ونامي يا حياتي على ايدي اللي ونامي خلي فارس احلامي يحرس بالليل الطار نامي يا حياتي شكرا ملحم ميرسي مايا على هالطلب علامات ما في رجعنا سفرنا نحن الليله عم نحتفل ممنوع يكون في علامات بالعيد اما هلا تابعين نحن وياكم حلقتنا بس رح نروح ونرجع بهيك من غد
متابعين احنا وياكم هالحلقه الاستثنائيه والخاصه بعيد الفطر من هيك منغني مع ضيوفنا ونجومنا ملحم زين حبيبي من جديد برحب فيك برحب فيك وانا بتشكرك شكرا مايا دياب بيتك اهلا وسهلا فيكي واكيد ربيع وربا كمان شرفوا مثل ما قلت قبل البريك انه ما بدنا علامات ما بدنا الوان ما بدنا شيء بدنا نغني أي. اوكي على طريقتي بدنا نغني هلا راح يكون في ارقام بس تخلي هالارقام بس تختاروا ويكون في تحت غنيه راح نبلش بالانجلش اوكي ايه بلش من عندي بالانجلش ايه من عندك يلا بدي موال منك علي هذا بالانجلش بدي موال منك ملحم بالانجلش هلا دغري هيك موال يلا بنغني بالانجلش بالانجلش do you love me do you تزبط خلينا نشوف راح بلش من عندك ربيع اختار واحد اف ولا غنية بالانجليزي فيها اف I believe I can fly Yes I believe I can fly بيمشي الحال I used to think that I could not go on And life was nothing but a no for some But now I know the meaning of true love I'm leaning on the everlasting arms If I can see it, then I can do it. But if I just believe it, then I can do it. شكرا ربيع على هالموال ها موال بالانجليزي عجبك الموال حلو حلو ما شاء الله صوته حلو حلو الله يخليك هو هيدا مثل العتابه هو زيته بس نفس الشيء رقم ثاني ربيع رقم ثاني شو بدنا ناخذ انا يلا مايا شو رايك انا بقول اثنين اذا بدكم اثنين فيكم تقرروا اللي بدكم انا ما عندي مشكله خلص انا بضلني ماشي مع مايا اللي بدك اياه خلص على راسي شو ما بقول شو ما تقول اوكي ربيع اثنين يلا اثنين يو شانا بليو يو When I was your man, Bruno Mars. Wow, I love this song. I mean. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. A song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does, it just tears me down. Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like, ooh. Too young, too dumb to realize. Should've
sister bought you flowers and held your hand. Should've give you all my hours, baby, when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways cause a good, strong woman like you to work out my life. Now I'll never get it clean of the mess I made. And it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like, although it hurts, I'd be the first to say that I was wrong. Oh, I'm probably gone much too late to try and apologize for my mistake, but I just want you to know. Hold your hand, give you all his hours, baby, when he has the chance. Take you to every party, cause I remember how much you love the days. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was. هلا ما تقلي منك غيران. لا يعني سوري ما بدنا نقطعكم، الله يتمم لي في الوجه يعني. بس ربيع يعني عن جد وعش مره تكون تركت بنت وندمت هالقد لانه ما عملتها منيح. نيفر نيفر عن جد نيفر. ما تواخذونا يعني اذا زعجناكم كنا واقفين هيك بدربكم عن جد. ليك بمحل ضايقتني شوي بس وقت زحت على جنب لانه حسيت انه خلص ما بدي اقول لك شيء. حسيت انه كبيتي عين علينا انه شو قاعدين تعملوا انتم هون انا عم برقص بس انه مالي قطعت. معلش سوري ربيع. ايه حبيبي على راسي معوض لك اياها مره ثانيه على راسي انت ولو. يلا خمسة. بلحق تحولنا الخمسة كليك. كثير واضح. تحولنا الخمسة. سلطان. فرجيني شو في بالخمسة. شوف شو بدك تغني. فيك تستعملها مثل ما بدك هيدي. غني بالاجنبي بالعربي اللي بدك اياه. عن جد بغني بس. ايه يلا بالآ. ما تهددني. يلا. اعطونا بيت الآ. اعطونا الآ. اعطونا نهاوند الري. نهاوند الري. يلا.
حفاري حفور قبري لو خلي طاقة للهوى هو ملك بيمرك هالغالي هو يوصف للعين لي دوا يعني ابو علي ثانك يو حبيبي تعرف ذكرني بخبريه شو ليك في قصص مش من عندنا أو في قصص من عندنا هاي من عندنا من وين من عندنا هاي من عند غسان لا من عند غسان ماشي راح نفتح رقم تشوف أنا راح أفتح رقم هلا وبعدين بقرر مين بده يغني حلو والله برنامجي أنا حر فيه أنت حر أربعة افتحوا لي رقم أربعة شوف لايك معقول فتحنا كل البلوك لايك شو بيطلع معك بلايك ملحة؟ لايك هلا لايك ما في غنية بلايك يعني في لايكة لايكة صح؟ لايك خلي غني غنية بال بالانجلش صوته حلو والله حبيبي عم نستمتع بس يغني ربيع حبيبي على راسي ذوقك حلو ربع ربع بدك ربع ربع اوه سوري انا فكر ان الارام كلهم لهم والله ماني عارف هو فكر ربع فلت الارام بس هيدي شو يا ربع تاخذي عن ملحم ولا بده يغني لايك لا غني لا اذا هيدي اذا اذا اللي انا عم بحذرها لا بفضل انا غني بحبها يلا مالي هيدي ولا شو هي شو بدك اعملي I think it's someone like you يعني ما رح اجرب
that I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. شكرا ربا. Thank you. الكلمات صاروا في if you like A. لا بدي اركب شيء. If you like A. بس هي بغير ترتيب. If you like A. A و F. شو ممكن تكون؟ في وين يو؟ فيها تكون if you are like. آه. Yeah. It's happy. Be happy. يلا. Happy. You are happy? Yep. Really? Happy, Melhem? طبعا.
أنا سعيد. طب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ نفس المبدأ مثل ما لعبنا بالأجنبي رح نرجع نلعب بالأجنبي. حلو. مش حلوة؟ طبعا لازم واحد يغير. حلوة انبسطنا. لازم واحد يغير. هلا بالعربي. يلا. فينا نبلش من عند مايا؟ يلا ولا أكيد. شو مايا؟ مثل ما بدك. أكيد أكيد بلش من هونيك. حرج ديني بهالسؤال. بس هيدا جواب. هني ست أرقام. ثلاثة؟ وأنا كمان واحد. عيني. عينينا. 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 شو؟ ولا؟ شو؟ دابوا عيني. دابوا عينيك. يلا مايا. شغلتي لي بالي بالغنية. ليه؟ إذا واحد بده يفكر فيها في كثير قصص. إيه؟ إذا واحد بده يفند لي. بلشت هلا بدي أفكر بطريقة. على عيني. بعد في غنية بالعيون ما بلا ما نفتح رقم. في بالعيون. طلع بعيوني هيك. أيوة. شو أخذت منهم؟ كلمة في عيني في عيني أنا. يا زلمة عم تفاجئني كثير انت باغانيك مفاجئك باغانيك واحد بده يفكر شو في اي غنية فيها ليك شو رايك بغنيه كسرت الدنيا فيها انت فيها عيني يعني ما حدا بيقول ملحم زين اول ما بيتذكروا ملحم دغري شو بيقولوا هيدا الريس عندك بحريه يلا اعطونا بيت الري شباب اوه
وعندك بحرية يا ريس صبر وشرقية يا ريس عندك بحرية يا ريس صبر وشرقية يا ريس والبحر كويس يا ريس وصل لي حبيبي يا ريس وعندك بحرية خبرنا هلا بمناسبة العيد شو في عندك هيك تحضيرات عم تحضرها شو عم أعمال جديدة؟ على العيد بالثاني يوم العيد بالموفامبيك أنا والفنان فارس كرم وفناني مريم فارس
بعد العيد عم نحضر الالبوم لشهر 12 ان شاء الله نخلص شهر 12 اي كم غنيه في في والله كتار في كثير اغاني حلوه عم تطلع بطريقي عشان بعرف بدي اعمل بقى سمعنا يعني شيء منهم يمكن سجل 16 نزل 12 17 11 لنشوف لنشوف مايا نعم واحد مش الحال 2 3 4 5 6 3 3 3 3 ولا لو فيي ولا لو فيي ولا لو فيي ولا ولا والله حلو شكراً يا مايا بس بتعرفي في 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 غنية حلوة كتير بالإذن منك يعني نقيت انت هيدي شو ملحمة فيها شباب جاهزين معي 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 معك ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا مش أنا مش حافظها أنا مش حافظها والله خلينا نرجع نعيدها خلينا نرجع نعيد عرفتوا ايه هي ولا يا ولا يا ولا يا ولا انا ثانك يو شباب اسمعوا نرجع نعيد ولا يا لحظه يا ولا عرفتوا تفضلي مايا نعم نقي رقم بعد
يطلع لي جرام. سوري بس لأنه ما بعرف اللعبة وهيك إنه جديدة يعني. ضايعة وملبكة وهيك ومستحية. شو؟ أربعة. أربعة؟ ربيع؟ يلا أربعة. أربعة. بطلعوا لي يا حمراء بدي بهدلوني قدام الناس أنا. شو هي؟ هوينة. يعني هي لإلك صار الدور. هوينة صارت لإلك يا ملحم هوينة. يعني بتنقي اثنين خلص شو صار غيابي؟ هلا لا هوينة مش ضروري. شو صار وأنا ما معي خبر؟ مايا لحظة. بليز أنت ضايفي اليوم. نعم. ضايفي أنت. بس جمهور أنتم بتقبلوا يحكي معي هيك وسام بريدي؟ هيدي أنتم قاعدين كيف إذا أنتم قايمين؟ ما بتقبلوا؟ كفوا الحلقة بلية. هوينة شو في هوينة؟ ماشي شو بدنا نعمل؟ بس كرمالك يا ملحم بقي أنا بس كرمالك. فيك تنقي رقم تاني؟ نقي رقم تاني. عم بنقي رقم تاني إيه؟ أعطينا رقم ستة. عطوه رقم ستة. عطوه رقم ستة يا ملحم. لا 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 ولو لا 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 تشك فيي. يلا اوكي لا تشكي فيي بس ما لا تشكي فيي. لا 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 تشكي فيي انت النور بعيني وحدك انت غني عالباب من غيرك يا حنوني بنسى اللي حبوني غيرك يا نور عيوني موال لا 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 تشكي في انت النور بعيني وحدك انت غني عالباب صوله كمان خلص خلصت هون يلا رقم جديد او ولا هوانا لا رقم جديد يلا يلا شكرا ملحم رقم جديد تفضل انا ايه انا بحب دائما المجوز عرفت الغنيه شيء دخلك لا والله ولا عينينا رقم اثنين نفتح رقم خطرنا على بالك مفروض يعني عينينا هوانا صح منيح يا ملحم مزبوط بدنا نغني خطرنا على بالك تفضل يلا نسمعها منك ملحم يلا هي ابني يا ابن السماء تضحك لك وتحكيك وتضل درب العز تمشي دلت الأرز نزرع تسميك وجوانحك عالريح علي وعنك اخبار
قلبي صار له مدة الله غيرا دكا مدري من الوحدة مدري الهوى ذاته قلبي صار له مدة غيرا دكا مدري من الوحدة مدري الهوى ذاته عم يدك بوابي جاي أغلى حبابي عم بدك بوابي جاي أغلى حبابي عم بدك بوابي جاي أغلى حبابي عجناحي هوا قالوا يا منارة لوعت حبايب سمعنا عن اخبار اخبار وعجايب قالوا يا منارة لوعت حبايب قولوا يا نجم عدنا والعلامة قولوا يا نجم عدنا ترى العاشق ايامه هنيه قولوا للحكايه لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا للحكايه لا تكذب عليا طمنوا لي قلبي نوروا لي دربي شكرا يا شباب شكرا شكرا استاذ حبيبي وسام حبيبي قبل ما نكفي انا بدي اطلب بدي ابعت ربا مشوار صغير بعدين بخبركم ليش بس مثل ما اتفقنا خلص ايه بس بيناتنا بليز ما بدي حدا يعرف لا 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 اوكي سربرايز لانه هذه مفاجاه لمايا دان اهم شيء تكون سربرايز حلوه دائما انا بفاجئك بقصص حلوه انه كادو هيك كادو؟ ايه فيك تعتبريها كادو اوكي اذا بتحبي انك تعتبريها كادو اعتبريها كادو بس اشوفها قبل طيب في غنيه رح احط لك كلماتها في مطرح بيروحوا الكلمات بنشوف اذا بتغنيها صح جاهزه؟ جاهزه ريدي؟ تفضلي معي يلا جورج
قلت لك الجملة روعة. نجحتي فيها كثير. ايه نجحت. كثير بقوة. نجحت قلت الجملة. والله هي كانت مكتوبة مكتوبة هونيك سطر، أنت عملتيها سطر. ريتي سطر. لا هيك؟ هيك أنت حسيت؟ هيك أنا حسيت؟ ولا هيك عن جد؟ لا غنيتيها صح. أوكي ميرسي. متابعين احنا وياكم اكيد هالحلقه الخاصه من هيك بنغني ملحم زين مايا دياب، واكيد بمناسبه عيد الفطر السعيد بنتمنى لكم اياه. بريك ونرجع. رجعنا نحن وياكم بالحلقة الخاصة من هيك بنغني. هلأ نحن وياكم موجودين بلعبة جديدة، ملحم ومايا بدي اياكم تركزوا كثير منيح لأنه هذه اللعبة بحبوا قد ايه بركز. ركز مين؟ تلميذ المدرسة أنا جاي. مين ملحم ركز على ملحم ملحم أنا وياك مركزين الليلة. هلأ بهاللعبة رح يكون في ورا الأرقام صور، بنغني على الصور. أوكي كيف يعني؟ على الصورة يعني بنفتح صورة بصورة هيك. مثلا فيها بيت بتغني للقمر. حلو ما بتفهم لي. جاهزين؟ من عندك ملحم رح بلش. بلشوا من عندي. يلا أنا حساعدك هلا حقعد أنا مع حد ربع معك. أنا رقم 2. مين هذا؟ ماريو؟ هيدي ماريو. شو بدي غني له لماريو؟ شنطة وسفر وهيك؟ شنطة وسفر. مش ضروري في كلمة سفر يعني صح؟ لا لا رايحة أو شي هيك. الحمد لله على السلامة. غنيت بالله غنيت ولا ما تغنيت؟ بلا روعة. جاي من السفر وحشان ابتسامة وشك ولا القمر. الحمد لله عالسلامة. يا جاي من السفر وحشاني الابتسامة وشك ولا القمر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله عالسلامة. الحمد لله عالسلامة. يا جاي من السفر وحشاني الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة حبيبي خليني اياه. مايا نحن what do you say؟ صار دوري. دوري؟ شو؟ قل لي انت. ما في احمر هلا ما تخافي. كنت حاسة بهيك شوية خوف رعب. خمسة؟ خمسة خمسة. أنا أفكر بالخمسة. شارع طويل وفي عجقة وناس. لما بمشي على الرصيف. لما بمشي على الرصيف. خبستيها؟ إيه شوي ما بعرفها كثير بس بحبها. وأنا دايما وقت بمشي على الرصيف بغنيها. أنت؟ عندي هيدا ناصح هيدا ضعيف وبتغنيها؟ أكيد لا. لما بمشي عالرصيف هيدا ناصح هيدا ضعيف بيلحقوني كلن 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 وانا كتير بستحي كتير من عبدو حسني وعفيف لما بيطلعوا في كلن 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 يا 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 شو حلوة هالحلوة يا شو حلوة شو دارش اسمن طلعني كلن 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 ما بعرفها. يا شو يا نقي رقم انا؟ واحد
واحد. واحد. ليلى مراد. يا باطل. تفضل. ليلى مراد. الليل يا ليلى. اه مش ضروري. اه ايه شفت كيف؟ مش ضروري غنيها لها لا يعني. ايه؟ لا لا مش خلص. شرف. بقيت الضوء اعطونا. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. إلا إذا غنى الهوى ليلى. يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم
الله عن جد. هيدي ملحم، هيدي الغنية الفينال، هاي الغنية هلا غنيتها هلا بدكم شيء؟ لا بس رح افتح لك رقم انا في غير لعبة بعد بجد رح نفتح رقم 6 وفيها طريق طريق ضيعة هذا مش هي؟ شو كنت بتغني قبل شوي؟ ذكرني بش مستار شو بدك تغني كنت قبل شوي؟ بس انا مش حافظها كلها يعني حافظ مشيت الطريق بس كلمة ثانية ومشيت ومشيت الحافظة يردني ومشيت بطريقي طريقي طريقي حكم من الزمان ومشيت 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 بطريقي طريقي طريقي حكم من الزمان طريقي 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 بعيني طريقي طريقي مكتوب علي طريقي 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 بعيني طريقي طريقي مكتوب علي اخر صورة من عندك مايا 3 و4 انا بقول 4 4 اوه علامة بطيخة بطيخة شو هاي علامة استفهام هي هيك يعني بغني شو ما بدي فيها تكون فكرة اجتني فكرة شو تغني؟ اي يعني يالي بتمسى فيك كل لحظه
ربيع الا حبيبي رح نلعب لعبه الكلمات المخربطين. يلا رح افتح هلا الكلمات وبدك تغني الغنيه اللي متجمعه من هالكلمات. اوكي ماشي ماشي يلا. ستارز لوك ميك ذا لايك ذي تو ستارز لوك ميك ذا لايك ذي جاست وير يو ار برونو مارس. برونو متابعين احنا وياكم مشاهدينا ولكن بعد هالبريك. هيك بنغني متابعين هالحلقه. هلا اللعبه لعبه حلوه كثير في كلمات مخربطين مثل ما عمل ربيع قبل شوي ولكن هالمره بالعربي. اوكي مايا اللي بيحذرها بيغنيها. اللي بيحذرها بيغني. اوكي مرسي مايا. خلينا نفتح الكلمات. حبك مش حبك مش عن توب ممكن شو ملحمة حفزها حزرتها مش ممكن عن حبك توب مش ممكن عن حبك توب أسمر يا حلو يلا ماي حضر حالك ما ترد عليا أسمر يا حلو عم تحكي عنها حدك بدي بهو يا أحلى شب بهالكو لون عيونك أجمل لو يا بعيون العسلية وأسمر يا شب البهيو كرمال عيونك لحدو عن حبك مش ممكن لو صفى غريبية أسمر يا شب البهيو كرمال عيونك لحدو عن حبك مش ممكن لو صفى يا عيونك أجمل لون يا بعيون العسلية وأسمر يا شب المهيو كرمال عيونك
انت مش هترد عليا على العين مليتك وطاعش مليا بس الحديد حاطط راسه براسي لا يعني بس كرمال اعرف لا والله انا خدت بس لا شو قدرت تردي اصلا ولا ممكن بعمل له وقت اعمل هيك فيه ما فيه رد لا البركه فيك لا صراحه ربا السربرايز اللي كانت ايه انه انا حبيت كادو لا شو انا حبيت كذبت علي من بعد اربع سنين انت بالبرنامج ايه؟ اعمل لك سربرايز وهيدي السربرايز حققت لك امنيه فيها انك تشوفي حدا راح ورجع ورجع لازم موت من الضحك؟ ايه ايه لازم حسيت انه هيك صح؟ ايه طبعا حققنا لك امنيتك ورجعت ربا هلا سوء عكاظ روعة انا بقول حرف وانتو بتقولوا غنية بس يخلص الحرف من الغنية بكفي الفريق الثاني فيها ماشي؟ بنفس الحرف اللي انت قلته ولا باخر حرف من ثالث حرف الرابع لا على اليمين صف مش مش شايفني عم هجيهم خيط اعرف شو هي اللعبه يلا رح نفتح الارقام وانت مشغول بقلوب يا تراب الجنوب ب مايا بتشغل اغنيه راسي بكتب اسمك يا حبيبي ايه بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق بتكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق وبكره بتشتت الدنيا على القصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى ح ح ح لا حرمت احبك احبك ما تحبنيش وبعد في قلبك وسيب
بنعيش ولا تفرق ولا تشغل ولا تفرق ولا تفرقني بعد اللي قلته واللي عملته بعد اللي قلته واللي عملته حرمت أحبك أحبك ما تحبنيش شو هالقيام اللي وصلنا له قال إنه غني عم يعطي فقير كأنه المصاري قشطت لحاله عهيدا نتفي وهيدا كتير حلوة دي حلوة دي حلوة دي تعجن بالفجرية يا 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 مرق على الطواحين يلا يا ماما جنب الخيمة يا مرق على الطواحين والمي مقطوعة خايف لا تدور الطواحين والحلوة يدوع يا مرق على الطواحين والمي مقطوعة خايف لا تدور الطواحين والحلوة يدوع نون مقطوعة نون مقطوعا صرنا ساعة منخطط شو طلعت عا بديك على بابي واقف عمرين عن جد؟ على بابي واقف عمرين واحد بالسماء والتاني أغلى من العين بيفهم بالوما على طبقتك بابي واقف عمرين نون وينا عجاز وينا قلنا الله بيهدينا وينا عجاز وينا قلنا الله بيهدينا ولما صفينا الدي وحبينا الصبي ما عد حدا لك ما عد حدا لك ما عد حدا ما عد حدا وما عد حدا يعطينا 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 نو نحن سوف نتوقف مع فاصل إعلاني وحيدك بركتك وصلنا للفقرة الأخيرة وبهذه الفقرة مولعة أكثر ما ولعناها أوكي مايا شو عندك تحضيرات جديدة هلا أعمال شو عم تحضري شو في أغاني جديدة نازلة سيدي سيدي رح أنت بأي شهر رح تنزل ملحم؟ أنا بشهر 12 بشهر 12 بنزل قبل ملحم الله يخلصكم بالسلامة يا رب لا سيدي ريدي و إن شاء الله إن شاء الله مبروك إن شاء الله خير لإلك كم غنية عاملة مايا للسيدي؟ دايما بنعمل أغاني كتير بس مش رح نزل بالسيدي أكتر من 9 أو 10 مش كل شيء بتسجلوا بالاستديو بتنزلوا بالألبوم بس مايا حتنزلي من السينجلز رح يكونوا بقلب السيدي لا جديد كلهم؟ كلهم، في وحدة بس من السينجلز رح تكون والباقي كله جديد. بتمنى لك التوفيق مايا، أنت بتستاهلي أصلاً. بدنا نشوف هلا بهيدي اللعبة الأخيرة، رح نشوف كلمتين من الغنية، لازم تحذروا الغنية. الكلمتين هن عايش وعبالي. هيدي إلي أنا الغنية. طب شو هي؟ شو هي؟ عايش فيي وعبالي عايش فيي وعبالي يلا يلا عايش فيي وعبالي عنك كل الحكي منك دمع الليالي صرت بحب البكي عايش فيه وعبالي وعنك كل الحكي منك
منك دمع الليالي صرت بحب البكي الله حبيبي ما بعرف ليش بحبك شو سره حبيبي يا حبك جرحني ولازم قلبك انا مشتاق وبعرف حالي انت لعيونك انا عم بدي ما تبعد للحظه عنك انا قلبي مشتاق حبيبي ما بعرف ليش بحبك شو سره حبيبي يا حبك جرحني ولازم قلبك انا مشتاق مشتاق وبعرف حالي انت لعيونك انا عم بدي ما تبعد للحظه عنك انا قلبي مشتاق ملحم مش معقول رائعة كتير وصلنا للمرحلة الأخيرة ولآخر هيدي الحلقة أنا بدي عيد كل المشاهدين يلي عم يحضرونا فطر سعيد يا رب إن شاء الله بينعاد عليكم بكل خير وبكل بركة بدي أقول مرسي لربا مرسي لربيع مرسي لك مرسي مايا دياب أنا بدي أنا ما فيك تتشكرني هيك وبقول لك شغلة لا انا جاي اقول لك شغلات انا بدي اقول لك شغله وحياتك انا شو بدي جاي اقول لك شيء شو اشتقت وقف هون بس ايه؟ انا بدي اقول لكم مشاهدينا احلى اربع مواسم من هيك منغني مرقوا نعم احلى حلقه من هيك منغني باكد لكم انه كانت الليله لانه انا كنت عم بحلم بضيف عزيز بحبه كثير اسمه ملحم زين وكان ضيف الليله انا ما كنت اليوم هوست كنت معه ضيفه انبسطت كثير انه وسام بريدي قدم الحلقه انبسطت انه احلى ايام حياتي كمان قضيتهم بهيك منغني بدي اقول مرسي لاحلى جمهور بدي اقول مرسي لاحلى كرو واحلى تيم من كميل وكارلا لكل انسان بيشتغل بهذا البرنامج والفرقه الموسيقيه وجورج وهادي بحبكم كثير ثانك يو هلا صار فيك تنهي ملحم او انا مثل ما بدك انت بتنهي فيني اقول شيء انا بعد فيني بوسك فيلك سوربريز كمان مايا بس بدي اقول لك انه كوني اكيده انه ما حدا بيقدر ياخذ مطرح هيك لانه مطرح هيك بقلوب الناس اللي بحبوك فهيدي شغله كثير مهمه وهول الوردات اكيد هيك بنغني وهيك بنهدي ورود اي وحده بدك اياها مايا حبيبي ثانك اعطيني هون انا بدي اعطيها تفضلي ميرسي اوكي ثانك يو
ملحم زين انت مثل هالوردات الله يخليك لانه كل ما صوتك بيطلع كل ما بتطلع ريحه حلوه حبيبي قلبي فانا بقول لك انه انت حلو باخلاقك وحلو بصوتك وانبسطنا فيك كثير انا انبسطت فيك كثير الله يخليك انا بصراحه يعني على مدى 4 سنين هيك منغني عمل ضجه كبيره ما بعرف ليه عم توقفوه يعني انا مش ما عم يوقف هذا بس هلا هيدي اخر حلقة من الموسم الرابع لهيك منغني حبينا انه نختمها على عيد الفطر ما بنعرف كنتوا عاملين حفلة وداعية فكرت انه خلصت لا ما نحن دائما عندنا مشكلة هي حل لأنه ولا مرة بنعرف شغلة وحدة انه منروح وبنرجع فجأة بنرجع فما بنعرف إذا هالمرة رايحين وراجعين إن شاء الله أنا بتشكركم ينعاد على الجميع إن شاء الله ينعاد على كل الوطن العربي وعلى كل عم يحضرونا عليك مايا وعلى عائلتك وعليك وعلى عائلتك وعليكم جميعا وعلى عائلتي طبعا نرجع من نأكد مرة تانية الله يهدي بالنا ويهدي سرنا وشو بدي أقول لك يعني بدنا نغني بدنا لابد أنه نغني لأنه كثر القتل وكثر الدمار وكثر الخراب لابد انه يضل في نور بهالعتمه ان شاء الله ان شاء الله نكون نحن نور بهالعتمه ربا ميرسي كثير لك بالتوفيق بتمنى لك التوفيق بكل اعمالك وبكل شغلك ولبنان بحاجه لكم بعرف انه دائما عم تضطروا تكونوا موجودين ومغربين بس لبنان بحبكم بحاجه تكون لانه كمان نفس الشيء بقول لك ربيع بالتوفيق وبتمنى لك النجاح لانه اوعى تروح على السويد لانه بالسويد عن جد ما في شيء في منه بلبنان ما لازم تترك ربان وتروح على السويد عن جد اكيد ما عندهم مايا دياب بالسويد يعني ملحم ومايا لكم المسرح انا بشكر المشاهدين ان شاء الله ما نكون كنا تقال عليكم وقدرتوا وحبيتونا بهيدي الحلقه ملتقانا انا وياكم ان شاء الله بيكون قريبا جدا الختام مع ملحم حبلش انا وبتختم كل شيء مايا يلا نعمل علوة 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 يعود على قلبي والفاق ما هو غايتي وعمري شو نفعه قلبنا في والفاية كأنه حجر تاكي على
شكراً 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 شكراً. مرسي ملحم على هيدي الإطلالة الحلوة والمميزة بأحلى ليلة بهيك منغني على العيد ينعاد على الكل أكيد. عن جد أبو علي شكراً أحلى أبو علي بالعالم. الله يخليك. آخر شكر أنا بالنسبة لإلي من هيدا الموسم هو لسبونسر البرنامج اللي بحبه كثير فواياجور مرسي. وبعتقد صار الوقت إنه نختم. تفضلي. يلا جورج. Let the music play.